بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف الخلق والمرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. طلاب الأعزاء، طلاب الفصل الثاني الثانوي، طلاب فيزياء 2، أهلا وسهلا بكم في شرح الفصل الثامن من منهج فيزياء 2. وسوف نبدأ اليوم بالدرس الأول من الفصل الثامن بعنوان خصائص الصوت والكشف عنه. ويتبقى لنا في المنهج درس واحد، هو درس الرنين في الأعمدة الهوائية والأوتار، سوف نشرحه في الحلقة القادمة إن شاء الله. نبدأ بالدرس الأول، خصائص الصوت والكشف عنه. أهداف الدرس أن تبين الخصائص المشتركة بين الموجات الصوتية والموجات الأخرى، أن تربط الخصائص الفيزيائية للموجات الصوتية بإدراكنا للصوت، أن تحدد بعض التطبيقات على تأثير دوبلر، مفردات الموجة الصوتية، حدد الصوت، علو الصوت، مستوى الصوت، الديسيبل، وتأثير دوبلر. تعالوا نبدأ كده نشوف كيف ينشأ الصوت. إذا أنا عندي جرس زي اللي موجود في رقم A في حالة سكون، فبالتالي الهواء الملاصق للجرس هيكون ساكن. طب عند اهتزاز الجرس إيه اللي يحصل؟ يبدأ الجرس يدفع الهواء ويسحب، يدفع ويسحب، دفع وسحب، دفع وسحب، فيبدأ يعمل نبضات موجية زي ما موجودة عندي في الشكل رقم 2. النبضات الموجية دي تمثل الضوء المنتشر أو الصوت المنتشر عن طريق الجرس. طيب يبقى معنى كده الصوت هو موجة ميكانيكية. ليه موجة ميكانيكية؟ لأنه يحتاج لوسط ينتقل فيه. عشان كده لما بنطلع خارج سطح الأرض ما بنقدرش نسمع الصوت، أو ما بنقدرش علماء الفضاء لما بيطلعوا على القمر أو على المريخ أو على أي مكان تاني خارج الأرض ما بيقدروش يتواصلوا مع بعض صوتيا، ولكن بيتواصلوا عن طريق الأجهزة. ليه؟ لأن الصوت موجة ميكانيكية تحتاج هواء أو وسط تنتقل فيه. يبقى الصوت هو موجة ميكانيكية طولية. طولية يعني بتتكون من تضغطات وتخلخلات زي ما أخدنا قبل كده، يحتاج لوسط ناقل. وينشأ الصوت من اهتزاز الأجسام. لازم الأجسام تهتز عشان يحدث صوت، لو الجسم ما اهتزش لن يحدث صوت. ومن خصائص الصوت علوه ونغمته وحدته، وده اللي هندرسه بالتفصيل في هذا الدرس. حركة الجسم الذي ينتج الصوت ينتج عنه عشان يحدث، أو الجسم يتحرك عشان ينتج صوت، بيحدث عنده إيه؟ أو يحدث منه إيه؟ حركة للأمام، زي ما كان الجرس بيتحرك للأمام، تشكل منطقة ضغط أكبر من المتوسط. تبدأ الجسم لما يتحرك نحو الأمام يبدأ يضغط جزيئات الهواء اللي أمامه، فيعمل عملية ضغط كبيرة أو منطقة ضغط. لما يبدأ يرجع الجسم المهتز لورا يبدأ الضغط ينفك، ويبقى نقطة ضغط أقل، فبيعمل منطقة ضغط أكبر، بعدها منطقة ضغط أقل، أكبر أقل أكبر أقل، تضغط تخلخل تضغط تخلخل، يعني بيكون عندي موجة طولية. موجود عندي هو، هنمثل موجات الصوت بالموجة داخل نابض. هتبدأ الموجة تتحرك من هنا، إلا يحصل الموجة أثناء حركتها بتبدأ تعمل هذه، هو لو عندي شكرا نانا، شكرا نانا ها في حالة السكون، أول ما تبدأ تتحرك نحو اليمين هتبدأ عملية تعمل عملية ضغط أو منطقة ضغط عالي لما تتحرك نحو اليمين، بعدين ترجع توصل لمرحلة العادية، بعدين تروح ناحية اليسار تعمل منطقة ضغط مخفض، يبقى ضغط مرتفع بعدين ضغط مخفض، وهكذا بحيث إن هي تعمل لي موجة كاملة. يسمى انتقال تغيرات الضغط خلال المادة موجة صوتية. عشان يحدث صوت لازم يحدث تغير في الضغط داخل المادة ناتج عن حركة أو اهتزاز الجسم. طب تعالوا نشوف ايه هو تردد الصوت. احنا خدنا قبل كده التردد اللي هو عدد الموجات في الثانية الواحدة. يبقى تردد الصوت ايه هو؟ هو عدد التذبذبات في قيمة الضغط خلال الثانية الواحدة، ونرمزه برمز F frequency ونقيسه بوحدة الهرتز. طب الطول الموجي للصوت، الطول الموجي للصوت، الصوت اتفقنا ان هو موجة طولية بتكون من تضغطات وتخلخلات، يبقى هو مسافة بين مركزي ضغطين مرتفعين او تضغطين متتاليين، او بين مركزي ضغط منخفض متتاليين، او بين تخلخلين متتاليين. يبقى الخلاصة ان الطول الموجي للصوت هو المسافة بين تضغطين متتاليين او المسافة بين تخلخلين
متتاليين في الموجة الصوتية. تعال نشوف ايه علاقة الصوت بدرجة الحرارة، وهل نختلف درجة الحرارة هتختلف عندي الصوت ونغمته وسرعته ولا لا. فبيقول لي سرعة الصوت في المواد الصلبة اكبر منها في المواد السائلة واكبر منها في الغازات. طب ازاي؟ هو الصوت عشان ينتقل بيبدأ ينتقل من جزيء للتاني للتالت للرابع وهكذا، زي ما احنا قلنا قبل كده الموجات الميكانيكية بتنتقل عن طريق انتقال الطاقة خلال الجزيئات، فكلما زادت كثافة الجزيئات كل ما الانتقال كان أسرع، وده اللي بيحصل فين؟ في المواد الصلبة وفي المواد السائلة. عشان كده سرعة الصوت في المواد الصلبة أكبر من السائلة وأكبر من الغازية. ليه؟ لأن الجزيئات في المواد الصلبة قريبة جدا من بعض، فتبادل الطاقة بيكون أسرع فبيخلي الصوت يتحرك بصورة أسرع. وفي المواد السائلة الجزيئات تعتبر قريبة من بعضها فتكون أسرع من المواد الغازية اللي بيكون بين الجزيئات مسافات شاسعة. طب إذا تداخلت موجتين صوتيتين هيعمل حاجة اسمها بقعة ميتة، وده عندما يحدث تداخل هدام. طيب زي إيه تداخل الموجات الصوتية؟ زي ما بيحدث في الخفافيش وفي السونار. طب تعالوا إزاي بكشف عن موجات الصوت؟ بكشف عن موجات الصوت بنوعين من الكواشف، كواشف صناعية وكواشف طبيعية. طب ايه الكواشف دي؟ قال لي الكواشف دي تحول الصوت، كاشفات الصوت تحول الطاقة الصوتية اللي حركت الجزيئات الى طاقة كهربائية. زي ايه؟ زي الميكروفون والاذن البشرية. الميكروفون بيحول النبضات اللي بتوصل له لطاقة كهربائية تبدأ تنتج صوت بدرجات مختلفة. اما الاذن برضه نفس القصة، بتبدأ تستقبل الموجات الطاقة الصوتية وتبدأ تفسرها على شكل نبضات كهربائية تصل للمخ عشان يظهر عندي شكل الصوت أو مفهوم الصوت. طب الأذن البشرية، الأذن البشرية زي موجودة عندي في الرسم، متكونة من قناة سمعية اللي بيبدأ يدخل من عندها الصوت، طبلة اللي بيبدأ عندها طبلة الأذن اللي بيبدأ عندها اهتزاز، هي اللي بتهتز عشان تنقل موجات الطاقة الصوتية إلى المطرقة والشندان اللي بيروح للركاب، ومنها يبدأ ينتقل خلال القوقعة عشان تروح للعصب السمعي. يبقى تعد الأذن البشرية أداة إحساس معقدة تترجم اهتزازات الصوت إلى سيالات عصبية، أهو بتتحول من طاقة صوتية إلى طاقة عصبية أو كهربية ترسل إلى الدماغ لتفسيرها. وهناك ثلاثة عظام في الأذن الوسطى، هي المطرقة والسندان والركاب. المطرقة والسندان والركاب هم المسؤولين عن نقل الطاقة. تستقبل الأذن البشرية موجات الضغط وتحولها إلى نبضات كهربائية. مجال سمع الإنسان يتردد بين 20 هرتز ل 20,000 هرتز. يعني إحنا بنسمع المدى المسموع من الموجات الصوتية من 20 هرتز ل 20,000 هرتز. فوق ال 20,000 هرتز بموجات فوق سمعية زي موجات السونار. 20 هرتز اقل منها بتكون موجات تحت سمعيه زي ايه؟ زي اصوات الحشرات، النمل، الصرصور، الذباب. كل دي اصوات اثناء التعامل بين النمل وبعضه بيتكلموا بعض مع بعض او بيظهروا اشارات مع بعض اقل من 20 هرتز، فبالتالي انا ما اقدرش اسمعها. وبالتالي الاصوات الفوق او الاعلى من 20,000 هرتز او 20 كيلو هرتز دي زي خفافيش والدلافين لما بيحدث بينهم وبين بعض تواصل انا ما اقدرش اسمعها لان اذني غير قادره على ترجمتها. عند الكبار يقل الحل حد الاعلى. كل الكلام ده اللي احنا بنتكلم عنه عند ضغط 1 اس ام، يعني 1.1 من 100 في 10 اس 5 بس كده. يتحسس الانسان ساعه الموجة ضغط 20 كيلو باسكال عند 2 في 10 أس سالب 5 باسكال. لما يزيد الضغط بسمع من 20 باسكال ل 2 في 10 أس سالب 5 كيلو باسكال، ده الضغط اللي أنا أقدر أسمع فيه الصوت. يقول التعرض للأصوات الصارخة الصاخبة يسبب فقدان الأذن لحساسيتها، وتعتمد حساسية الأذن على كل من حدة الصوت وسعته. يبقى أنا لما أسمع صوت عالي حساسية الأذن بتاعتي تبدأ تتأثر، وحساسية الأذن دي بتعتمد على حدة الصوت وعلى ساعة الصوت. طيب ما معنى إدراك الصوت؟ تعالوا نشوف يعني إدراك
الصوت. ازاي نقدر ادرك الصوت؟ احنا قلنا الترددات اللي نقدر عندها ادرك الصوت من 20 هرتز ل 20 كيلو هرتز. ايه بقى خصائص الصوت؟ اول حاجه حدد الصوت، وده بيعتمد على تردد الاهتزاز او تردد المصدر. تاني حاجه علو الصوت، وده بيعتمد على اتساع موجه الصوت. تالت حاجه مستوى الصوت، ويعتمد على مدى تحسس تغيرات الضغط. وحده قياس الديسيبل، يبقى انا بقيس مستوى الصوت بوحده قياس ما وحده قياس الديسيبل، ودي بتقيس لي اذا كان الصوت صاخب ولا صوت منخفض ولا صوت متوسط ولا ايه علاقه الصوت بالاذن. وانا عندي اهو رسم تقريبي بيقول لي، بيديني قيم تقريبيه لكل الصوت لكل مستويات الصوت. فبيقول لي لو 10 ديسيبل هيسمع الصوت بصعوبه اللي هو صوت الهمس القريب، لو 30 ديسيبل اللي هو صوت الهمس على بعد 1 متر، المحادثات العاليه 50 ديسيبل، حركة سير كثيفة 70 ديسيبل، ساعة تنبيه 80 ديسيبل، صافرة انذار 100 ديسيبل، جزازة العشب 110 ديسيبل، محرك نفاث وده أعلى صوت أنت مقدر الجسم أو الأذن تقدر تستحمله اللي هو 140 ديسيبل، لأن أكتر من كده هيأثر على حساسية الأذن. طيب تعالوا بقى نشوف تأثير بيحدث في يومنا، كل يوم بيحدث علينا وما بنعرفوش تأثير. تعالى كده انا واقف قدام باب البيت ومرت سياره اسعاف، وسياره الاسعاف مشغله البوري او مشغله صافره الانذار. صفارة سياره الاسعاف وهي بتقرب نحو البيت، الصوت بيعلى 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 لغايه ما يصل الذروه وهي امام البيت. بمجرد ان سياره الاسعاف تعطيني ظهرها وتعدي من امام البيت الاقي الصوت انخفض مره واحده. ايه السبب؟ هل في تفسير علمي للكلام ده؟ جي عالم اسمه دوبلر فسر الكلام ده وقال لي ده تأثير اسمه دوبلر افكت. بيعمل ايه دوبلر؟ قال لي لو انا موجود، لو انا امام بوق سيارة الاسعاف اثناء اطلاق الانذار، فبالتالي البوق امامه بيعمل منطقة ضغط عالي، فبالتالي هيبقى الفريكونسي عالي التردد عالي فهسمع صوت عالي. لكن لو انا خلفها هي هتعمل منطقة ضغط منخفض فهسمع صوت منخفض. وده يفسر ان انا لو عربية شرطة او عربية سيارة شرطة او سيارة اسعاف مرت من امامي الصوت يبدأ يعلى لغاية ما تقرب لي، وبعد ما تعديني الصوت ينخفض. ليه؟ لان امامها منطقة ضغط عالي وخلفها منطقة ضغط منخفض. طيب يبقى دوبلر بيقول لي ايه؟ تأثير دوبلر هو انزياح او تغير تردد الموجة الصوتية بسبب حركة الكاشف او المصدر. انت الكاشف والمصدر هو السيارة. فاعطاني علاقة، قال لي الاف دي بتساوي اف اس، اف دي اللي هي تردد اللي انا بسمعه بتاع المراقب او الكاشف، بتساوي اف اس اللي هي اف سورس او التردد بتاع المصدر، في في دي اللي هي سرعة الصوت ناقص سرعة الكاشف على سرعة الصوت ناقص سرعة المصدر. طب اذا كان محرك مصدر متحرك والكاشف ثابت، فلو الكاشف ثابت يعني سرعة الفي دي بصفر، فبالتالي هيكون عندي قانون بالشكل ده. اما لو كانوا الاثنين المصدر ثابت والكاشف متحرك فهتكون الفي اس بصفر ويطلع عندي القانون بالشكل الذي امامي. طبعا القوانين دي مهمه وحفظ في المسائل. تعالوا نشوف مساله توضح لي تاثير دوبلر بشكل احسن وازاي بقدر احسب ترددات الصوت. يركب شخص سياره تسير في اتجاهك بسرعه 24.6 متر كل ثانيه، يبقى انت الراصد او الكاشف والسياره هي المصدر. يعني ال 24.6 دي اللي هي ايه؟ اللي هي الفي اس او الفي سورس. ويصدر صوتا تردده 524 هرتز. مين اللي بيصدر؟ الشخص اللي في السياره. يبقى معنى كده ان ده الاف اس او تردد السياره او تردد المصدر. ما التردد الذي ستسمعه؟ مطلوب مني اعرف الاف دي مع افتراض ان درجه حراره تساوي 20، يعني درجه حراره ثابته، او عند درجه حراره 20 معنى كده ان هو بيقول لي ان سرعه الصوت 340 متر كل ثانيه. وجود جدول في الكتاب في درجات الحراره والمقابل لها لسرعات الصوت. تقريبا معظم المسائل اللي هتمر علينا سرعه الصوت عند درجه حراره 20 343 متر لكل ثانيه. ادي السياره الفي اس بتحرك ناحيتي، عايز احسب الاف بتاعه الراصد اللي هو الاف دي. فاقول له ان القانون على طول اف دي بيساوي اف اس في ناقص في دي
على في اس، وخلي بالك انت هنا راس ساكن او كاتش ساكن، فالفي دي بصفر. يعني نستخدم القانون اللي مر علينا من شويه اللي هو الاف دي تساوي اف اس 1 على 1 ناقص في اس على في. الاف اس 524، الاف الفي اس ب 24.6، الفي 343، تطلع عندي قيمه التردد اللي انا هسمعه. طيب التردد اللي انا هسمعه اكبر ولا اقل من تردد المصدر؟ طبعا اكبر. ليه؟ لان انا امام السياره، فبالتالي امام السياره في منطق الضغط مرتفع، مع السرعه يبدا يوصل للصوت بطريقه اكبر او بتردد اكبر. طيب ايه تطبيقات تاثير دوبلر؟ قال لي تطبيقات تاثير دوبلر، اول حاجه كشاف في الرادار لقياس سرعه كرات البيسبول والمركبات، بستخدم تطبيق دوبلر عشان اكشف السرعات اذا كانت كور مثلا او مركبات على الطرق. ضوء المجرات لقياس سرعه المجره وبعدها عن الارض. ايه تاني؟ قلب الجنين بيستخدم الدكتور، يعني الست لما تكون حامل بتبدا تروح عند الدكتور، من الشهر الثاني يبدا الدكتور يسمعها صوت نبض الجنين، بيسمع ازاي؟ عن طريق السونار، والسونار ده بيستخدم خاصيه دوبلر او تاثير دوبلر لقياس سرعه حركه جدار قلب الجنين بجهاز الموجات فوق الصوتيه. تبدا الام تسمع صوت قلب الجنين وهو في بطنها من الشهر الثاني او الثالث من الولاده لو من الحمل. الخفافيش للكشف عن الحشرات الطائره في الظلام واختلاسها. طبعا الخفافيش تبدا ترسل الموجات وتستقبلها عن طريق عمليه تاثير دوبلر، بتبدا تحدد فين فرائسها وهل امامها حواجز او لا اثناء عمليه الطيران، لان زي ما احنا عارفين الخفافيش ليس عندها حاسه ابصار. الى هنا ينتهي درس اليوم، على امل ان يكون الشرح قد حاز على اعجابكم، وعلى امل ان اراكم في الحلقه القادمه. لا تنسى تفعيل زر الجرس وان تشترك في القناه ليصلك كل جديد، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.